لك والله العظيم ما بعرف شو صار يا زلمي، اقسم بالله لك الساعة 5:30 6 كده ما تسمع الاخبار، صوروا من قلب كلية الفنية الجوية وصوروا بقلب المدفعية وانسحبوا المسلحين من كلية التسليح باخر 3 نقاط اللي انسحبوا منها. انزلنا جولي مع العقيد ولا ما قلنا راح الفنية الجوية لك يا سيدي. هلا صوروا قال والله اجت جماعة بالي قزق وسحبوا، واجت مجموعة من عند العقيد سهيل ما نسقوا معين مدري ما اهله سهلوا فيه ما بعرف شو الموضوع، عاد رجعوا انسحبوا. وفي هلا غير مجموعة الحرس الجمهوري هاي من فوجنا ما تشتغل هونيك، وجماعة المدفعية الكليات كلها طلاب ضباط نص انهربوا ما ضل حدا، وكل اللي جان غير الله بيعرف شو صاير لكو، وبيعرفوا من 3 شهور له الايري اللي محيشني بيقول بدنا نهجم من عند الكليات، وجيت معلومات انه بدنا نهجم من عند الكليات. لك جيبوا تعزيزات، لك حطوا جيبوا عالم عززوا هالجبهة قوة، ما حدا لا حدا ولا حدا داير ولا حدا داير، اقسم بالله العظيم ما حدا داير. ما بعرف له وهلق يعلم هلق هي كلية التسليح راحت، مدفعية راحت، الفنية الجوية راحت، وهي الراموسي وهي على الشيخ سعيد اتصلت الجبهات ببعضها وانقطع الطريق راحت بقى. تفضل بقى حتى يرجعوا الجبهة يرجعوا يجيبوا جيش قوي ويضغطوا عليهن، وبيكونوا اللي ضرب ضرب والهرب هرب وما بعرف لو بيفرجها الله. لك والله العظيم ما بعرف شو صار يا زلمي اقسم بالله لك الساعة